بالشأن اليمني، نقرأ أن الرئيس علي عبد الله صالح يندد بمتظاهرين أو مقتل متظاهرين موالين له. أيضا في التقرير حديث عن مصير أو وجهة لنقول الرئيس صالح ما بين السعودية وأمريكا واليمن، كل ذلك رهن بالتقرير الطبي الذي سيأتي من الرياض كما يقول نص هذا الخبر الموجود على رأس الصفحة.